هذا التدخل اللي دار اليوم وزير العدل فيما يخص قضية حكيم دبازي اللي توفى في سجن القليعة. 3 نقاط فقط في هذا الفيديو هذه، يعني لي يجب مقاومة هاد الناس، يجب مقاومة هاد الناس سياسيا، يجب الدخول معهم سياسيا، مقاومتهم بأي حاجة. أنا وجدت الطريقة السياسية، أنا يا قررت أنني أقاوم بالطريقة السياسية. اسمعوا يعني سؤال أخير طرحوا لي النائب المتدخل الأخير، قال بعض الزملاء يطلبون توضيحات فيما يتعلق بالوفاة مسجون في مؤسسة القليعة. أعتقد ما أعطانيش الاسم، أعتقد الحالة الأخيرة هذه التي أثيرت ضجة حولها تتعلق بالمرحوم دبازي حكيم. ما كانش على باله باللي راح يسالوا له هذا السؤال، ما كانش متحضر هو لهذا السؤال، ما كانش على باله باللي في البرلمان راح يسقسيوه على دبازي حكيم. هاو يقول لك باللي ما كانش على باله، يسمى على ما يظن يهضروا على دبازي حكيم، هاو يهضر يعني هو اللي يقول فيها. وبعد 2 دقائق ولا 3 دقائق يجبد تقرير في 5 صفحات تاع الطبيب الشرعي. ابو الهامش طلعوا ليه تشوفوه باش نوريك في اي وثيقه. في 5 يسمى وزير العدل تاعنا الحمد لله يرقد بالدوسي هذا، ينوض بالدوسي هذا تاع حكيم دبازي. وين يروح يدي معاه الدوسي تاع حكيم دبازي؟ يرقد به وينوض به. لا بروف، ها وصل البرلمان ما كانش على باله ما بالاسم تاع السيد، وما كانش على باله بلي سوف يسال في البرلمان على هذا الشخص اللي توفى في السجن. وبصح عنده الدوسي نتاعو كومبلي واجد، تما جبد الدوسي نتاعو واجد. هذه يعني جيست باش نقول يعني بمن راك تمسخر، بمن تمسخر بروحك، تمسخر بينا، بمن راك تمسخر. وهذه ما يهمش يعني، تقريبا هذه ما تهمش. في نص يعني الانترفونسيون تاعو يقول لك حكيم دبازي ينتمي الى حزب سياسي غير معتمد وناشط سياسي غير معتمد وأساء إلى مؤسسات الدولة. لا أدري ماذا أقول في هذه النقطة هذه، يعني مش كوا باللي كل واحد عنده النظرة تاعو عليها والنظرة تاعي واضحة عليها. لكن النقطة الثالثة، هي عند كما يقول ومرتاحين أمام الضمير. جوهر جوهر أولم الحملة التي أثيرت، ديروا لنا بيان وضحوا لنا ظروف المقتل. كيما درناش البيان أكمته من بقتل الإنسان. ما ندلكش بيان، ما تواصلت مع العائلة ودرت واجب العزاء وعطيتهم التقرير الطبي الشرعي، درت التقرير الطبي الشرعي وخلص أن الوفاة طبيعية وعطيت التقرير الطبي الشرعي للعائلة. أنا الواجب تاعي درته مع العائلة، شكون أنت حتى ندلك بيان؟ شكون أنت حتى ندلك بيان؟ من تكون أنت حتى ندلك بيان؟ من تكون أنت حتى ندلك بيان؟ شكون أنت؟ شكون أنت؟ والله فكرني في القذافي كي هذيك لا فيديو تاع القذافي هذيك المعروفه تاع من انتم جردان، ويعتبرونا جردان، هذا الشخص والحكومه نتاعو يعتبرنا حنا جردان. من انت باش ندير لك بيان على مواطن جزائري مات في ظروف مسجون سياسي، مات في ظروف سجنه السياسي اللي هي قضيه راي عام؟ شكون انت باش ندير لك بيان؟ وعنده الحق، هو على حق كي يقول لك شكون انت. يتعلم مع تعامل مع افراد، بصح كي الافراد هذه تكون في حزب سياسي، شكون انت؟ انا الحزب السياسي اللي نمثل هذا العدد من الاشخاص، ما يقدرش يبدا يحكي معاك بالطريقه هذه. شكون انت؟ كون نروح له درك انا نقول اعطيني بيان يقول لي شكون انت؟ راهو مقابلينه في البرلمان وقال لهم شكون انت، صوف هذو تاع تشغيل الشباب كي يقول لهم شكون انت ويهضر مع البرلمان. البرلمان هو اللي يقول له اون برينسيب، هاد الناس اللي في البرلمان هادو هما اللي يقولوا له درنا عطينا تقرير. يقول لهم شكون انت وما يصفقوا عليه، هو يقول لهم شكون انت وما يصفقوا عليه. سبحان الله، شكرا.